سيدنا أيضا إشكالهم الآخر يقولون بأن منع السيد السيستاني من الصلاة في مسجد الخضراء وإبقاء السيد محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الحرم الحيدري، فهذا دليل آخر على قولهم. حبيبي أنا قلت في جوابي طبعا وإن كان بيان على كل حال أقول مختصر مفيد أنهم يعلمون أن من يعارضونه يصعد اجتماعيا ويحسن الظن الناس به، ومن يوافقونه ويظهرون مدحه ويعني لا غض النظر عنه ينزل اجتماعيا ويشاع الظن به، وهذا تخطيط موجود دائما. فلذا ضرب السيد السيستاني لكي يصعد لنفعه، وتخطيطات اخرى الله اعلم ماذا وراء، فذلك المريض